ودلوقتي هنشرح الجرامير اللي موجود في الوحده les articles indéfinis. les articles indéfinis دي معناها باللغه العربيه ادوات النكره، يعني بتساوي الكلمات في اللغه العربيه اللي ما فيهاش ال التعريفيه، زي ما بقول مثلا ولد، بنت، قلم، كتاب، etc. les articles indéfinis en français في اللغة الفرنسية تنقسم إلى ثلاثة أدوات. نركز على نطقها كويس جدا علشان دي مهمة قوي. أن أن مش بننطق الإن، أن أن أون أون دي دي مش بننطق الإس، أن أون دي. استخدامات كل واحدة فيهم: إن كلمة أن بتأتي مع ماسكولان سانجوليي مع المفرد المذكر، وكلمة أون تأتي مع فيمينا سانجوليي المفرد المؤنث، وكلمة دي بتأتي مع بلوريال الجمع. ولازم نعرف إن البلوريال في اللغة الفرنسية ممكن ينتهي بالإس أو بالإكس أو بالزد. أن أون دي. إكزامبل: un garçon ولد، كلمة garçon masculin مذكر، علشان كده حاطين قبلها كلمة un. un garçon يعني ولد. une fille بنت، كلمة fille feminin مؤنث، علشان كده وضعنا كلمة une. des garçons des filles، ناخد بالنا ان الاس اللي بنضيفها في اخر الكلمة لا تنطق. des garçons دي في أولاد بنات. autre exemple، مثال تاني: un livre livre كتاب، كلمة livre masculin، علشان كده وضعنا قبليها un. une gomme ممحة أستيكة، دي في منا، علشان كده وضعنا كلمة une. خلاصة الموضوع إن les articles indéfinis في اللغة الفرنسية تكون un une des، والان بتاتي مع الماسكولين سانجوليي، والان مع الفيمينا سانجوليي، وكلمه دي تاتي مع البلوريال. احنا بنشوف الكلمه اللي قدامنا هي مذكر ولا مؤنث ولا جمع، على اساس كده انا بختار واحده من هذه الادوات. après ça on a le féminin des adjectifs، تانيث الصفات. هنا جود لا لتر او. القاعده الاساسيه في التانيث ان احنا بنضيف حرف الاو للصفه علشان نحولها للمؤنث، زي كلمه بري بمعنى جاهز. عايز احطها في الفيمينا هقول بريت، وهضع حرف الاو في الاخر. ونخلي بالنا ان حرف الاو هيخلي الحرف اللي قبله يتنطق اللي هو حرف التي. بري بريت، بري بريت جاهز وجاهزة. grand كبير، هنضع حرف الـ E عشان نحولها للفيمينا. grand كبيرة، حرف الـ D اتنطق معانا grand grand. si le mot se termine par E on ne change rien، لو الكلمة تنتهي بحرف الـ E مش بنغير فيها حاجة، بتفضل زي ما هي سواء في الماسكولا أو في الفيمينا، زي كلمة فاسيل فاسيل بمعنى سهل. فاسيل بمعنى سهل أيضا لأنها منتهية بالأو، فعلشان كده مش هنغير أي حاجة. روج روج أحمر أو حمراء تبقى كما هي لأنها منتهية بحرف الأو. si le mot se termine par on أو en on redouble n et on ajoute e، لو الكلمة اللي معانا بتنتهي بالon أو تنتهي بالأن بنعمل دوبل للأن، يعني بنزود أن كمان، وفي الآخر بنضيف حرف الأو، زي كلمة إيجيبسيان إيجيبسيان بمعنى مصري، هضع أن كمان وأو هتبقى إيجيبسيان بمعنى مصرية. إيطاليان إيطالي، هضع أن أو كمان هتبقى كلمة إيطاليان. إيجيبسيان إيجيبسيان إيطاليان إيطاليان. Et maintenant,
ودلوقتي دي بي ناسيوناليتي اي كابيتال البلاد والجنسيات والعواصم. في الأول لازم نعرف السؤال عن الجنسية، إزاي أسأل واحد عن جنسيته؟ هقول كال اي تا ناسيوناليتي، كال اي تا ناسيوناليتي يعني ما هي جنسيتك. ولو هتكلم مع واحد كبير بصيغة الاحترام هقول كال اي فوتغ ناسيوناليتي، ما هي جنسية حضرتك، أو لو بصيغة الجمع ما هي جنسيتكم. كال اي تا ناسيوناليتي، كال اي فوتغ ناسيوناليتي. جو سوي ده هيكون الرد، جو سوي بمعنى أنا أكون، زائد هذكر الجنسية بتاعتي. جو سوي فرونسي، جو سوي فرونسيز، جو سوي ايجيبسيان، جو سوي ايجيبسيان، جو سوي ايطاليان، جو سوي ايطاليان، اتسيتيرا. لو بي لا كابيتال لا ناسيوناليتي، البلد والعاصمة والجنسية. ليجيبت مصر، لا كابيتال اي لو كير، لا ناسيوناليتي اي ايجيبسيان، ايجيبسيان، ايجيبسيان للولد، ايجيبسيان للبنت. لإيطالي إيطاليا، لا كابيتال اي روم، روم، لا ناسيوناليتي إيطاليا أو إيطاليان للبنت. لأمريك أمريكا، ليزيتازوني الولايات المتحدة، لا كابيتال اي واشنطن، واشنطن، لا ناسيوناليتي اي أمريكا، أمريكان، أمريكا للولد، أمريكان للبنت. لا فرانس، لا كابيتال باريس، لا ناسيوناليتي فرونسي، فرونسيز، فرونسي للولد، فرونسيز للبنت. لو ليبان، لبنان، لا كابيتال بيروت، لا ناسيوناليتي ليباني، ليبانيز. لو سودان، السودان، لا كابيتال كرتوم، لا ناسيوناليتي سوداني، سودانيز. لانجلتير، انجلترا، لا كابيتال لندن، لا ناسيوناليتي انجلي، انجليز. لاسبانيا، اسبانيا، لا كابيتال مدريد، لا ناسيوناليتي اسبانيول، اسبانيول. لالمانيا، المانيا، لا كابيتال برلين، لا ناسيوناليتي المان، الموند. لا نيجاسيون النفي، ازاي بنحول الفراز من افيرماتيف الى نيجاتيف، ازاي بنحول الجمله من الاثبات الى النفي. اول حاجه لازم اعملها ان انا ادور على الفيرب الفعل، وده عموما بيكون تاني حاجه في الفراز في الجمله بعد السوجي على طول. باخد الفيرب ده وهضع قبله ن وبعده كلمه با. ولو الفيرب ده بيبدا بواحد من الحروف اللي قدامنا دي هضع قبله ان ابوستروف، لو بيبدا بحرف فويل هضع ان ابوستروف. تاني هدور على الفيرب في الجمله هضع قبله ن وبعده كلمه با. لو الفيرب بيبدا بحرف فويل من هذه الاحرف هضع قبله ان ابوستروف. هناخد بعض الامثله للتوضيح. احمد جو او فوتبول، احمد يلعب كره القدم. احمد ده السوجي وكلمه جو ده الفيرب. هاخد الفيرب ده هضع قبله هنا كده كلمه نو وبعده كلمه با، وهبدا الجمله بتاعتي عادي. احمد نو جو با او فوتبول، احمد لا يلعب كره القدم. مثال تاني، مريم ام ليمات، مريم تحب الرياضيات. هبدا بالسوجي اللي هو مريم، بعد كده عندنا الفيرب اللي هو ام، وناخد بالنا ان هو بيبدا بحرف فويل، علشان كده هضع قبله ان ابوستروف وهنزل كلمه ام، بعد كده كلمه با، وهكمل الفراز لمت مريم، نام با لمت مريم، لا تحب الرياضيات. جيكوت لا راديو، في ناس كتير بتغلط لما بتشوف ان جي ابوستروف وبعديها فيرب بيعتبروا ان الاثنين دول كلمه واحده، ولكن هذا خطا، دول عباره عن كلمتين هنفصلهم عن بعض. هنبدا بكلمه جو وهضع بعد جو ان ابوستروف وهو ده الفيرب، هضعه زي ما هو وبعده كلمه با واكمل الفراز.
Je n'écoute pas la radio, ana la astami' ila radio. Les garçons regardent la télé, الاولاد يشاهدون التلفاز. هندور على الفيرب، هنلاقي هنا الفيرب اللي هو كلمة regard. وفي ناس بيقولوا ان كلمة garçon مثلا بعد لي او بعد لو او بعد لا تعتبر هي الفيرب، هذا خطأ. كلمة les garçons دي كلمة واحدة على بعضها وليس كلمتين. les garçons هنبدأ بيها الجملة، بعد كده هضع ne والفيرب، ثم كلمة pas وهكمل الفراز. les garçons ne regardent pas la télé، الأولاد لا يشاهدون التلفاز. في ملحوظة هامة جدا في درس النيجاسيون، إن أدوات النكرة وأدوات التجزئة كلها بتتحول إلى دو أو دي أبوستروف مع كل الفيرب ما عدا فيرب اتر. يعني أول ما هشوف أداة نكرة أو أداة تجزئة في الجملة هحولها على طول لكلمة دو أو كلمة دي أبوستروف، وذلك مع كل الأفعال ما عدا فيرب اتر. لو موجود في الجملة مش هحول أي حاجة. Elle est une petite fille، هي تكون فتاة صغيرة. لازم نبص على الجملة، عندنا هنا verb être، يبقى أعرف إن مفيش تحويل لكلمة une، هتبقى كما هي. Elle un apostrophe est pas une petite fille، elle n'est pas une petite fille، هي ليست فتاة صغيرة. مثال تاني، elle a une petite fille، هي عندها فتاة صغيرة. هنبص على الجملة مش هنلاقي verb être في الحالة دي، كلمة une هنحولها إلى كلمة de. Elle n'a pas de petite fille، هي ليست عندها فتاة صغيرة. Je mange des pommes، أنا أكل التفاح. هنبص على الجملة مش هنلاقي verb être في الحالة دي، كلمة de تحول إلى de. Je ne mange pas de pommes، أنا لا أكل التفاح. يبقى دلوقتي لازم نعرف ان الادوات دي اول ما بنشوفها في الجمله لازم تحول الى دو او دي ابوستروف ما عدا لو لقينا في الجمله فيرب اتر. ان اون دو دو لا دو لابوستروف دي، لازم نحفظهم كويس جدا الادوات دي. ان دو تروا كات سانك سيس، ست ادوات لازم نحفظهم كويس قوي. الأدوات دي تحول إلى دو ودي أبوستروف مع كل الأفعال ما عدا فيرب إتر. مي على فورم نيجاتيف، ضع في النفي. هبدأ بلا فيكس، بعد كده نو، بواف با، وكلمة دو تحول إلى دو، كافي، إن نو بواف با دو كافي. مريم إتون بيل في، هبدأ بمريم، إن أبوستروف إي با، إن تبقى كما هي علشان في إي اللي هو فيرب إتر. مريم n'est pas une belle fille. Nous avons des crayons. هبدأ بنو، بعد كده ان apostrophe. Avons pas دي تحول إلى دو. Crayon تبقى كما هي. Nous n'avons pas de crayon. Il achète une pomme. Il تنزل. ان apostrophe. Achète pas. وكلمة une تحول إلى دو. وننزل كلمة pomme. Les filles regardent la télé. هننزل كلمة les filles. بعديها ne regarde pas la télé. Tu aimes tes parents، هنزل كلمة tu، un apostrophe aime pas tes parents، tu n'aimes pas tes parents. Je fais mon devoir، je fais mon devoir، هنزل je، ne fais pas mon devoir. Vous allez à la plage، vous، un apostrophe allez pas à la plage، vous n'allez pas à la plage. Le verbe avoir au présent، فعل avoir بمعنى يملك وتصريفه في زمن البريزون زمن المضارع. J'ai عندي، j'ai 30 ans، عندي 30 سنة. Tu as عندك أو عندك. Tu as quel âge، عندك كم سنة أو عندك كم سنة. Il a عنده، il a عندها، on a عندنا. وأي اسم singulier يأتي مع كلمة a. إلى 11 ans، عنده 11 سنة. هاني أنا مي، هاني عنده صديق. مريم أ أون سور، مريم عندها أخت. لو غارسون أ أن بالون، الولد عنده كرة. لو ليون أ كاتر بات، الأسد عنده أربع أرجل. نو زافون، نو زافون، وأي كلمة مع كلمة موا تعتبر نو. نو زافون فان، نحن لدينا الشعور بالجوع. عمر اي موا افون سواف، عمر وانا لدينا الشعور بالعطش.
vous avez, vous avez, أنتم عندكم, وأي كلمة زائد toi تساوي vous. Vous avez soif, أنتم عندكم الشعور بالعطش, يعني أنتم عطشانين. Jana et toi avez faim, Jana وأنت عندكم الشعور بالجوع, يعني جعانين. Ils ont, هم عندهم. Elles ont, وهن عندهن. وأي كلمة بلوريال تأتي مع كلمة ان, les garçons, les filles, هاني علي, ساراي جانا, etc. Ils ont une voiture, هم عندهم سيارة. Les garçons ont un ballon, الأولاد عندهم كرة. Les filles ont des poupées, البنات عندها عرائس. هاني et علي ont des amis, هاني وعلي عندهم أصدقاء. ساراي جانا enfin, سارة وجانا يكونوا جعانين أو عندهم الشعور بالجوع. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.